السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من برشيد. معنا هذه السيدة بشرى، سيدة 50 سنة كتعاني من مرض السل وميكروب في الدم. عندها 2 وليدات، الحالة الإنسانية ديالها يعني مأساوية، كتعيش واحد الصعوبات في تلقي العلاج، ما كاينش اللي يتعاون معاها، ما كاينش اللي يساعدها. غادا تحكي لينا بشرى على المشكل. كنحس بالألم، كيضرني سميتو مرض ديال الصدر. عندي ميكروب في الدم، ممكنش اللي يعاونني. شحال اختي بوشرة وانتي مريضة بهذا المرض؟ عام عام تقريبا. عام نعس في السبيطار، اها، نعس في 6 شهور في ميريزكو، وما داروا ليا حتى حاجة، وكنشرب على الدواء في السبيطار، ودابا راه جيت للدار عادي جالسة مع الوالدة، وتكوفنوا لي رجليا ما بقيتيش ويديا، كتقدري تتحركي. كنتحرك شوف، كيعاونوني على الحباب، كيشربوا لي الدواء ولي كلشي، ما عنديش اللي يعاونني. والوالدة خدامه مردامه، وحتى هي سيختي كانت خدامه مسكينه، راه كانت من الخدمه وانا جالسه في الدار، كيعاونوني على الحباب، كيجيبوا لي ما ناكل ولي كلشي، كنتحركش من بلاصتي. نعسي 15 يوم في السبيطار. نعسي 15 يوم، نشد على الفراش، ما قلبوني ما نتقلبش، لما وكلوني ما ناكلش، لما قعدوني ما نتقعدش، نشد على الارض. حالتي توريكم حالتي، تشوفوا حالتي وتوريكم كي حالة ضعيفة، ومكاينش اللي يعاونني ومكاينش اللي يعطيني. عندك شي وليدات اختي بوشرى؟ عندي بنت زوج، كيعطوني على الحباب والجيران وعاونوني، لما عطوني الحباب ما ناكل ما نشرب، كنتعلم ما كنعش بالليل، نبات الليل كامل رفيقة بالحريقة، نبات الليل كامل نتألم، وانا مريضة بزاف، لما قلبوني ما نتقلبش، حالة ضعيفة. عاد السلام عليكم. هذه جارة ديال الأخت بوشرى. السلام عليكم أختي المحسنة. السلام عليكم محسنين، حنا ديريكم باش تعاونوا هاد السيدة كتعاني نهار على خو، خاصة مسكينة اللي كوش فيها واحد الحريق، ما لقاش باش توصلوا، الحالة ضعيفة، حنيت هما ناس ضعافة ما عندهمش، وهاد السيدة كتعاني. أنا جارتها بقات فيا، الغوض ديالها والله إلا كيتسمع الليل كامل هي كتغوض بالحريق، كاع الناس بالحريق، والله حتى كيتسمع حتى لعندي، وربي شاهد عليا. وهاد السيدة مسكينة باركة، ما مكوفني لا يديها رجليها، بغات غير الترويض، وبغات غير شي حد شي محسن يديها يعطيها غير باش تدوز مسكينه، وتعرف اش عندها في ظهرها، كتعاني كل نهار على خو كتحا فيها الحريق. وهاد السيده مسكينه ما طالبه حتى حاجه، طالبه غير الدواء، وتشوف داك الحريق مناش، والتحاليل اللي خرجوا ليها وليكوش. مشينا خويا الناس كيقول لنا واخا واخا وصافي، ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى شي حاجه، كياخذوا النمره كيقولوا لنا واخا، كنوريهم الحاله ديالها في التصاور، وكيقول لنا واخا واخا ما كاين حتى حاجه، ما كاينه. مشينا عند الناس، مشينا عند الناس اللي هنا في برشيد، والو ما عرفنا حتى محسن فين كاين، هادشي علاش جبناها مسكينه باش يشوفوها الناس. الحاله الصحيه ديالها صافي، بركت في ميريزكو 5 شهور كتشرب الدواء، لا حتى حاجه ما بانت، حتى حاجه ما بانت، ودابا 5 شهور وجابوها للدار، كبقات كتعاني. انا هاد السيده ملي شفتها هكا بقات فيا، علاش هضرت، علاش جيت وهضرت؟ ماشي انا خدت هاد اللي مريضه بوشرى، أه. فيها الحريق، أه. كتشرب الدواء ما دار ليها والو، ما كتحرك فيها رجلي ديالها، ما كتحركهم. انت اللي مقابلها؟ انا مقابله، كنت خدامه في الدير وجلست على حسابها، أه. وانا اللي مقابله، كنطلب المحسنين اللي يعاونوها. انا مره كنمشي نتلاو عند الناس، كنمشي نجيب ليها ما تاكل، كنخليها هنا في الدار، كنمشي يومين 3 ايام كنجي كنجيب لها داك الشيء اللي قسم الله، باش كنشري ليها الدواء. انت هو الدواء دابا كل مره كتشريه، دابا كل مره خاصها كنتبدل الدواء، وكنطلب محسنين يعاونوها يدوزوا ليها فيها الحريق. دابا ما كتمنمل لا يديها لا رجليها، وطلبونا باش خاصها دير الترويض، خاصنا نلبس الدواء. وحنا ما طالبين من والو، طالبين المحسنين يعاونونا، الله يجازيهم، يدوزوا ليها ندوا عند الطبيب، واخا حتى مريزكو ما عرفوش داك المرض، كنسولك يقول لك عندها المرض ميكروب، ولكن ما حدوش هذا النوع ديال الميكروب. ما كاينش 5 شهور انا معاها، والو ما كاينش، ما عندناش باش ناخذوا لها ليكوت، انا اللي كنتلاها واحد باش كناخذ لها ليكوت باش ناخذ لها الدواء. هذه الصوره ديال الاخت بشرى، يعني كيف كانت من قبل، الاخت بشرى هذه هي الصوره ديالها كيف كانت من قبل، كيف ما كتشوفوا حاليا،
الحاله ديالها، اللي هي حاله انسانيه اجتماعيه، كتعيش واحد الظروف ماساويه هنا بالمدينه ديال برشيد، كتعاني من مرض سل، ميكروب في الدم اللي الاطباء ما حدوش النوعيه ديال هذا الميكروب. من خلال هذا المنبر ديال قناه شوف تي في كتناشد المحسنين ذوي القلوب الرحيمه والنيات الحسنه انهم يتعاطفوا مع هذه الحاله الاجتماعيه والانسانيه ديال الاخت بشرى اللي كتعيش ظروف يعني خيبه بهذا المصطلح. عندها جوج وليدات، الاخت ديالها هي اللي مقابلها، كتناشد المحسنين باش انهم يتعاطفوا معها ويساعدوها. متابعي قناه شوف تي في كنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم ومساعده هذه الاخت بشرى، والى اللقاء في بث مباشر اخر مع حاله اجتماعيه جديده.